السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون على خير وبخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الكبوط اللي هو مفتوح. طلباتو مني واحد المتتبعه، كنقول لها سمحي لي الا تعطلت عليك على حسب المشاغل اللي عندي، وصافي راني ما كنساليش. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب لك هذا الكبوط اللي طلبتي مني مفتوح. كل واحد شنو كيقول له؟ كاين اللي كيقول له كبوط مفتوح، كاين اللي كيقول له معطف، كاين اللي كيقول له كاب، كل واحد المهم شنو كيسميه. المهم حنا غادي نقول له كبوط مفتوح، ما مسدودش من الامام، كيبقى مفتوح. هنا عندي التوبه، تاخدي الطول اللي شحال غادي ديري في الطرف ديال الكبوط، واش غديريه طويل ولا غديريه قصير. هنا الطرف هذا عندي فيه 94 هنايا، حيت هنا راه ما مقادش عندي عاد نقادو، غنخلي على الطول ديالو، ما غاديش نقص منه. حيت هاد الطرف هذا عندي هكايا، خديته بها، خديت غير الطريف هذا ومع هذا ديال الكمام. هنا درت التوب على 4، وهاد الجهه اللي مفتوحه من جهتي ديال الحاشيه، ها هي درتها هكايا مفتوحه من الجهه من جهتي. هذا الظهر هنا مسدود، وغادي نقادو هنايا. غنخلي هنا واحد 4 سنتيم ديال لوغلي، ما غنحسبهاش هذه، وغنشد العبار ديالي من هنايا، غنحط الكتاف ديالي. عندي في الكتاف 21، ونزيد سنتيم ديال الخياطه، نربط هنا 3 سنتيم، وغادي نهبط هنايا 22. قبلت هنا نيشان 22، داكشي اللي عندي هنايا غادي نحطو هنايا. الصدر عندي 28، ونزيد سنتيم ديال الخياطة، غادي نهبط من هنايا 14، هادي النقطة ديال البطن، ونهبط للحوض 14، وهادي النقطة ديال الحوض. البطن عندي فيها 27 سنتيم ديال الخياطة، هي 28. الحوض عندي فيه 30، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. هنا الدورة ديال العنق ديالي غادي يكون فيها 8، نهبط هنايا 2 في الخلف، وندير واحد الدورة هكا بيدي، غنسيل هاد النقطة هادي من عند هاد النقطة. ما عنديش البيستولي، راه كندير غير بيديا، راه شحال من مره كنوريكم، كنطلع هنا واحد 4 سنتيم وندور هكا بيدي، عاود هذه كنجيبها هنا وكنخرج بها هكايا غير بيديا، ما نحتاج زعما البيستولي الا ما كانتش. صافي هاد النقطه هذه غادي نصيلها لهنا للتالي هكا على هاد الشكل، نخرج بها هنايا زيرو باش نخلي على العرض ديالو. غادي نجيب المسطره وغادي ندير خط هنا باش نقاد عندي هاد البلاصه، ما مقاداش كما كتشوفوا هنايا، غادي نقادها. دابا نحيد الظهر ديالي، غادي نهبط هنا 14، وندخل هنايا 2 سنتيم ديال الامام، وهنا غادي نهبط 2 سنتيم هاد الكتاف ديال الامام، الدوفات ديال الامام نهبطو فيهم 2 سنتيم هنا في الكتاف،
هنا الدوره ديال العنق ديالي غادي ندير نحلها، ندير تسعود، نهبط هنا تسعود تسعود ولا 10 على حساب شحال ما بغيتي تحل ليها. انا هنا غندير 10 صافي، وندور هكا هي غير بيديا. هذا هو الامام ديالي، وهنا داك 4 سنتيم راه في الخياطه، غادي نطويوها هكايا ندوزو عليها الخياطه ديالي على هذا الشكل، تجي مطويه. هنا غندير له جويبات يكونوا معلى برا كما شفتوا، هنا غادي نهبط حتى 20 هيا فين جاياني، ندير هكا المسطرة نحطها هكا مقادة، وغادي نقلب هنايا صافي باش نعلم هنا في الوجه. غندخل هنايا واحد 6 سنتيم لداخل، نبعد على هاد الكوطي هنايا على الجناب، وغندير هنايا واحد 13 سنتيم ديال الجيب. صافي هنايا كما شفتو تطراصا لنا هنا وتطراصا هنايا باش يجينا خط مستقيم. صافي هذا هو الامام ديالنا، غادي نعبر هنا التركيز سبعة وعشرين. هذا الطرف عندي ديال الكمام كما شفتو هنايا، نطوي على 4 نقلبو على الكفة. عندي هنايا 24 في العرض ديالو، هيا هنايا، وغادي نهبط هنا 13 كما شفتو هنايا، راه لقيت غير 24 ولكن من كنميلو هاد 13 هنايا راه كيتزاد لنا هنايا السنتيمات، راه ولات عندي هنايا 28 كما كتشوفو هنا. الا انا بغينا نقصو دابا من التركيز كنقصو باش ما يجيناش كبير، دابا نقصو جوج سنتيم، نديرو هنايا 26 وفاش كنخرجو هنايا سنتيم وندخلو هنا سنتيم راه كيتزاد لنا عاود في العرض ديالو. بغيتو تخليوه حتى ديرو هاد لي سياج وعاد داك الساعات نقصو منو. الطول ديالكم 58 عندي في الطول 58 وزيد 3 سنتيم ديال لوغلي. ندير هنايا 15 الدورة ديال المونش، نقسم هاد المسافة هادي هكا على جوج، ونولي هاد المسافة هادي نقسمها على جوج، نقسم هادي على جوج، وغادي نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم. هاد العملية هادي راه كنوريها لكم كتر من مرة، وكنزيد نعاودها معاكم باش تحفظوها ميبقاش عندكم فيها مشكل، راه ساهلة. غادي ندخل هنايا سنتيم هكا صافي، غنجيب هاد السنتيم هادا وغنصيلو هنايا هنا التالي للقنت، ونصيلو لهاد الخط اللي هاد النقطة اللي عندي هنا في الوسط هكا، ندوزها من هنا على هاد السنتيم اللي درت هنا، ونخرجها عاود هنايا للتالي. صافي هذا هو الكم ديالي، غادي نهبط من هنايا واحد 9 سنتيم، وغنحط الدورة ديال الدراع ديالي. عندي أنايا 21 في الدراع، ونزيد سنتيم ديال الخياطة، بقالي هنا واحد السنتيم غادي نحيدو هكايا، ولا كنجيب البيستولي ونحيدو بالبيستولي، كندير لها هكا، نحطها في هاد القنت هدا، وندير لها هكا،
صافي هذا هو الكم ديالي. هنا بغينا نقصوا له 1 سنتيم من الامام، كنقصوا له بغينا يخل باش يجينا مرح شويه في اللبسه، ما نقصوش نخليوه. انا هنا غادي نقص، كنبداو غير من هنايا وكنقصو 1 سنتيم من الجهة ديال الأمام. أنا علمتها باش نبقى عاقل عليها ونديرها من الجهة ديال الأمام. صافي هذا هو الكبوط ديالنا، راه ساهل ماشي شي حاجة صعيبة. دابا غادي نفصل من هاد الطريفات، هادو الجياب، هادا طريفات شاطولي، غادي نخرج منهم الجياب غندير في الطول ديال الجيب، غندير فيه 24. والعرض غندير فيه 20، ولا ندير غير 19 باش ميجينا شعريط. غندخل لهم هاد الدونطيل اللي نشوف فين غنديروا لهم هنايا فهاد الجهه اللي كتكون من الفوق مطويه، نشوف واش ندخلو هنا وندخلو في الكميمات. هاد الدونطي جاي بحال لي مشنتف هنايا، الا كيبان لكم راه في الكحل. اللي بغا الا بغيتو تدخلوا له شي حاجه، ما بغيتوش ما ديروا حتى حاجه، ديروا غير سامبل بلاش. انا هذا عندي هنايا بغيت ندخلو له هنايا في الجويبات. ان شاء الله هندوزو للخياطه باش تشوفوا معايا الطريقه ديال الخياطه ديالي. هنا غادي نبدا الخياطه، اول حاجه بالجياب ديالي نطوي هنايا 4 سنتيم. ندوز له الدونطيل هنايا، صافي غنجيبو هكا لسبالتو. نحط فين طراسيت هنايا، نحاول نقاد مع داك الطراساج ديالي، نجيب البانكات ونشد هنا في هاد البلاصه هادي باش ما يتزعزع ليش هاد البلاصه، باش ما يتحرك ليش هاد الجيب. صافي وغادي نطوي من هاد الجهة هادي 1.5 سنتيم. من هاد الجهة هادي حتى هي غادي نطوي 1.5 سنتيم هكا. صافي غيبقى الجيب ديالي على هاد الشكل هذا. صافي كنبقى دايره معاه هكا، فاش كنوصل للقنت كنحشي ليبره كنغرسها في الثوب هكايا، وكندور بالثوب ديالي كندور الاتجاه اللي غادي نطلع معاه. طويت من هاد الجهه 1.5 سنتيم عاوي، صافي نطلع مع الحاشيه نيشان، كنمشي على الحاشيه ديال الثوب. صافي هذا هو الجيب ديالنا، حيدو هاد البانكات هادو اللي شادين بيهم، وهذا هو الجيب ديالي كيجي على هاد الشكل هذا.
شتي هاد الباندا اللي دخلنا هنايا في اللون اسود، كتجي زوينه. تعطيها المنيضه، هنا غادي نمونطي الكتاف، كنجيب هكا التركيز عند التركيز هنايا، كنحط هكا الكتاف ديالي. غادي نمونطي الكمام، غنشد هكا المنتصف ديالكم نعلمو، ندير فيه كرانة، وغادي نفتح الكم ديالي. هادي هي الخياطة ديال الكتف ديالي، هي هادي. غنحط داك الكرانة هنايا على الخياطة ديال الكتف، وغادي ندور هكايا. كما شفتو هنايا، هادي هي الزيادة اللي قلت لكم، الكم كيجي زايد على الدورة ديال التركيز. الا ما نقصناش منه داك الساعة 2 سنتيم ولا 3، خصنا نقصو حتى 3 ديال السنتيم باش كنكونو كنحطو العبر الاول. ما كانش انا كنخليها هنايا حتى كندير لي سياج، ما كنقصاش داك الساعة، من الاحسن تخليوها في الكم حتى ديروا لي سياج وعاد داك الساعة تنقصوه. صافي، هذا هو الكم ديالنا، سقناه درنا معاه هذا الباندا. هذه هاد السنتة اللي درت غادي ندخلها حتى في الكمام باش تجي، باش ما تجينيش داخله غير في الجياب بوحدهم، ندخلهم حتى في الكميمات. هنا غادي نبعد واحد 9 ديال السنتيم ونحطها، نحطها هنايا. هنا انا درا فيه واحد الخطوط، داكشي علاش ما غاديش نعلم، نمشي على هاد الخطوط اللي عندي هنايا. صافي، دابا غادي نمونطي من الجناب، غادي نمونطيه معاكم هكا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنديروا. كنقادو لكم من هنايا، كنبداوه من هنا من الاول. هنا الخياطه ديال التركيز تجيني مع الخياطه، يجوني متقابلين. شفتو، هادي هي، هدا هو الكوطي ديالي، الجن الخياطة ديال الجناب، خيطتها معاكم. مزال غندير لها السورجي من الداخل. هدا الكم ديالي، هنا كتجيني هاد الباندا اللي نديرها متقابلة. هنا غادي ندير لوغلي اللي غيكون عندي من جهة الأمام كيما كتشوفو هنايا. انا ما درتلوش السورجي هنايا حيت غادي نطويها جوج طويات، غنطويها هكايا واحد نص سنتيم، وعاد نولي نطويها هكايا 3 ديال السنتيم ديالي اللي خليت هكا، باش يجيني فيني من الداخل كما كتشوفوا هنايا، ما يجيش تنتيف وما يجيش حتى السورجي، ما درتلوش باش ما يجيش السورجي باين. صافي، هنا راه كنبدا من الجهه ديال اليمين، كنبدا من التحت وندور عليه كامل. نتوما غتشوفوا معايا هكا، غنبقى نطوي واحد نص سنتيم لداخل وعاد نطوي هكا 3 سنتيم.
غادي نطوي جوج طويات وندور مع الدوره ديال العنق. غنطوي طويه غير صغيره هنايا واحد سنتيم ونص. نشدو نديرو لوغلي ديالنا. ندير انا واحد 3 سنتيم ديال لوغلي. داكشي اللي درت هنايا غنديرو هنايا باش يجيني متناسق داكشي. صافي هذا هو البوط ديالنا. ندير لوغلي لكم ونشد هكايا وندير عاود 3 سنتيم ديال لوغلي هنايا في الكمام. طوي هكايا كما كتشوفوا. صافي هذا هو الكم ديالنا. درنا له هنايا دوزنا له الخياطه حتى هو 3 ديال السنتيم طويته لداخل. وهذا هو الكبوط ديالنا. راه ساهل في نص ساعه كيتفصل ويتخيط. دابا ندوز له الميكواس نحدو ونصور لكم الشكل النهائي كيف جا. هنا واخا كيكونوا هاد كيجي بحال البلي هنايا ملي كنطلق له كتشوفوا ان ما كيتحدد ما كيبقاوش. صافي هذا هو الكبوط ديالنا. نتمنى تكون جاتكم الطريقه سهله وبسيطه. اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدعمنا باشتراك وبجيم وبالتعليقات ديالكم الزوينه. السلام عليكم ورحمه الله.